يمكن هي بتضوي على أهمية الموسيقيين السوريين. ومع الموسيقى لغة السلام ننهي جولتنا الثقافية. فاصل من كافي بقية محطاتنا. سنين طويلة من الإبداع والعطاء والحب قدم بلوحاته ومنحوتاته وشعره، جمع فنه بالصورة والكلمة لتصل لحتى تصل رسالته للعالم كله. يعني رسالة حمل من وطنه وانطلق ليتجول فيها بكل القارات رغم بعده عن الوطن، إلا أن الوطن لم يغادره يوما ليعود ويكرم على أرض وطنه ويمنح الدكتوراه الفخرية. الفنان التشكيلي الدكتور سهيل بدوري، سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بصباحنا غير. الحمد لله على السلامة ومبروك الدكتورة كمان. صباح الخير لكم جميعا الفضائل الإخبارية السورية. شكرا، الله يبارك فيك، كل النجاح لكم أيضا. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خبرنا عن التكريم اللي حصل من قبل المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني مكتب سوريا، حضرتك تكرمت، خبرنا عن هالتكريم. هلأ الحقيقة يعني حدا اتصل فيني وقال لي يعني لجنة البورد يلي هي بتقرر أو مجلس البورد اللي بيقرر منح الشهادة بناء على اختيار معين يعني بيسعدوا أنه يمنحك شهادة الدكتوراه الفخرية. ففرحت طبعا لأنه يعني تقدير جميل، وخاصة سيكون في وطني سوريا. يعني ما هو هيك الشيء المعنوي للمبدع مهم جدا، يعني أكثر من أي شيء مادي آخر. الحقيقة خطوة لطيفة، يعني في حدا بيبحث عنك عنده رغبة يقدر تجربتك، بمعنى من المعاني هو شايف تجربتك، شايف أدائك، فشكرا لهم. يعني هون يمكن هي انه المبدع اكيد بينبسط بانه هو قدر يترك اثر مهم. يعني حضرتك كرمت باكثر من مكان ومنحت عده جوائز بالعالم، لكن تكريم بالوطن شو له اهميه، وهو شو الشيء اللي بينعكس على حضرتك؟ يعني ما في اهميه اكثر من ذلك الواحد انه يتكرم في وطنه. يعني احيانا التوصيف مثل هاي المشاعر في الوطن حقيقه هي صعبه. يعني انا صح تكرمت في اكثر من مكان، لكن في وطني في له غبطه خاصه، في له فرح خاص، في له طعم خاص، في له دفى مختلف كليا ابدا. يعني لانه هذا الوطن، هذا الام، يعني هذا ذاكرتي، عمري، عالمي، يختلف طبعا. دكتور خلينا نرجع شوي لبداية حضرتك بالفن، وذكرت بمرات سابقة أنه بلشت بالفن بوقت كنت بعمر صغير، خبرنا عن هالبدايات. هلأ أنا ابن ضيعة وابن عائلة فقيرة، ما عندنا ألعاب، يعني ألعابنا بسيطة، حجار وأصياخ وتراب، ويعني فكنا نجبل تراب بالمي ونساوي بعض الألعاب. يعني رفقاتي الصغار كانوا يضحكوا علي لأني كنت ساوي أشكال كاريكاتورية فظيعة من نوعها، يعني مثلاً الأرنب يطلع معي نص فيل نص ما بعرف شو. هلأ هاي كنت ألعب وأنزح بالتراب، يمكن هاي اللعبة كبرت شوي لحد ما تواطأت يمكن مع الجد حقيقة هيك، وبدأت أشتغل بشكل عفوي على شجر الزيتون، ومن ثم دخلت الكلية. طبعاً لم أوفق في أن أتابع في كلية الفنون لأني كنت فوضوي ومشاغب، يعني تركته. لكن ما أعرف، في شيء في رأسي كان شبه اكتمل أو إلى حد ما حسيت أنه نضج. الأهم أني تابعت جيدا ولم أقطع. هذا الهم أكيد. يعني هي المتابعة وصلت أنه حضرتك تشتغل أكثر على هالموضوع، بالنحت، بالرسم، بالشعر، يعني تعدد لأنواع الفن والثقافة. كمان انتقلت حضرتك من سوريا إلى الخارج الوطن، خبرنا ليش طلعت لبرات سوريا؟ يعني هلا طلعت محض الصدفة، لأنه وجه إلي دعوة لإقامة معرض في المجمع الثقافي في أبو ظبي، وكان ما أعرف، كان شبه مزحة أيضا بكل صدق، لأني ما كنت أعرف أنه يعني بالإمكان الواحد يساوي معرض هناك أو عنده تماس حقيقي مع فن تشكيلي. لكن اكتشفت أنه إيه طبعا في أرضية لطيفة. الآن إجاني عقد عمل وبقيت هناك، لأنه يعني قلت لك أنا ابن عائلة بسيطة، في معرضي هذا بعت كثير وإجاني فلوس كثير، فرحت وانبسطت. وبعدين
يعني بقيت في الإمارات فترة، انتقلت إلى أمريكا، ومن ثم بدأت جوالي يعني، والآن أنا رجعت إلى دبي يعني، وباقي في دبي وعندي صالة عرض هناك. لكن وقت تزور أرض الوطن قديش هالحنين لبلدك ووطنك يعني بيعطيك إلهام أكثر بأعمالك؟ أنا ما بحسن ما زور وطني، يعني لم أنقطع الوطن خلال كل هاي الأزمة على الإطلاق، حتى في أحلك الظروف إجيت. لا ما بستطيع كل هذا، يعني أنا أضعف من أني ابتعد كل هذا القدر. أنا حميمي مع كل الأماكن اللي بعرفها. الوطن شجر وحجر وناس وبشر وشارع وطريق وذاكرة، ما فيني خونة، ما فيني ما أروح على كل الأماكن اللي بحبها حتى هيك أخذ شوية أكسجين. وهذه حقيقة، ليس شعر ولا مزاح ولا مبالغة. يعني الغربة أوجعتني لذلك وألمتني جيدا، لأن الغربة لا تمنحك، هي مشروط عليك وليس العكس. لذلك بدك ترجع على وطنك، تشوف هدول الناس الحميميين، شوارعك الحميمية، صندويساتك الحميمية، قعداتك الحميمية اللطيفة يلي هي زادك وزوادك للقادم. وحتى إبداعيا هذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لي، أني أرجع أشوف حتى أكتنز مرة أخرى وأرجع أشتغل. هي الذاكرة كيف تنعكس على لوحاتك؟ هلا أنا ابن، قلت لك أنا ابن ضيعة، ضيعتي مثل كل القرى الجميلة اللي فيها خضار حي، فيها صفار حي، فيها بياض حي، يعني كل الألوان فيها بكر. واكتنزت ذاكرتي في هذا القدر من الألوان الجميلة والبسيطة والعفوية، وخبيتها ربما لأني كنت متأمل جيد، أو لأني كنت حشري وفضولي. حقيقة هيك التوصيف، كنت فضولي يعني بدي أشوف كل شيء وأعرف كل شيء، وفكك اللون وركبه وشيء من هذا القبيل. لذلك اكتنزت ذاكرتي جيدا في هذا القدر من اللون الطاهر. ومن ثم لما بدأت محترف، بدأت أشتغل على ثقافة اللون، على ثقافة الفكرة، على يعني بمعنى من معاني صرت فنان محترف. يعني أدواتي أنا بمتلكها بذاكرة مكتنزة، يعني بجانب القصم الرأسي كل المساحات الجمال الموجودة في بلدي. كمان يعني في لمسة دائما موجودة بفنك بتتعلق بالمرأة. صحيح. قديش هذا الشيء كمان يعني بيخلي لك خصوصية ضمن أعمالك؟ هلأ المرأة دائما كانت هي الملهمة. هلأ بقولهم أنا يعني بدي ضل كرر هاي الكلمة، المرأة أوسع مساحة للحب، للرحمة، للحنان، للعطاء، للبدك يا بعد الله. ليس من كائن على وجه الأرض أوسع مساحة في الحب من الامرأة. الرجل غير ذلك، هذه حقيقة يعني، ربما تكوين، ربما قانون. يعني المرأة هي الملهمة. هلأ أنا كل النساء في قواسم مشتركة تجمعهم بأمي، وأمي هي شمس الأبدية، هي بداية كل هذا العالم. بعدها ما بعرف وين النهاية، ما مشكلة يعني، لكن المرأة هي هذا القدر من العطاء والحب. وخاصة خليني أقول أنا عشت في الغرب جيدا، المرأة الشرقية بتحمل حميمية خاصة، بتحمل دفء خاص وفهمة للحياة، حضورة الميكانيزم، حضورة على الحياة يختلف. عليا أعباء مضاعفة، ورغم ذلك بتتحمل أن هذه الأعباء، وبتتحمل أن تكون مرأة وأم وزوجي و و و إلى ما هنالك. يعني قلت أنه يمكن أجمل لوحة كانت لأمرأة هي لأم حضرتك. صحيح. لا لا أي قد كان عمرك وقت رسمت هي اللوحة؟ هلا هي اللوحة أنا رسمتها قبل بعرف 18 سنة يمكن هيك، ويعني حتى جرحت ايدي وطلعت شوية دم ومزجته باللون وسويت وجهها اللطيف الجميل المضيء. يعني مثل ما بنعرف دكتور، دائما الحروب الأزمات يعني بترخي بظلالها على المجتمعات. يعني كيف أثرت الحرب على سوريا بفنك؟ هلا إنسانيا أبكتني حتى النهاية، هذا صدق يعني. لكن لعل الآن يعني قد أكون ما مستوعب اللي صار، إنما حصل. هلأ الفنان أي مبدع هو شاهد على زمنه وعلى عصره وعلى وقته وعلى أي أزمة. أنا اشتغلت شيء 4 أو 5 جداريات أسميتهم سوناتا وجع وطن، والجداريات مساحات كبيرة وانباعوا يعني 4 أمتار في مترين، وانباعوا يعني برغم فيهم هذا القدر من الوجع. شوف من الصعب الواحد يفكك هاي العلاقة بينه وبين وطن موجوع، كتير صعب. أنا بقول لهم الوطن هو الأم، والبلد اللي بتختاره في الغربة هو الزوجي. ممكن تختار زوجة جميلة أو زوجة طويلة أو قصيرة، بس ما فيك تبدل أمك وما فيك تختار غيرها على الإطلاق. بهذا المعنى بيوجعني وأوجعني هذا الوطن.
يعني هذا الوجع يمكن بينعكس على اللوحات، بتحاول انه بهي اللوحات تعكس ألمك او وجعك، او يمكن تحط الامل اللي لازم يكون موجود. هلا الامل ما بغادر اعمالي، انا بشتغل على الوان طازجه فرحه صحيح، خصوصي احيانا مكان ما حزينين، لكن هذا الفرح لازم تكسبه لوحتي. الان يعني من الصعب هو تفكيك هاي العلاقه بين مبدع واللوحه وترجمه اللي قايله في اللوحه، لكن في المجمل عم اشتغل على شيء الآن له علاقة في هذا الوجع اللي أو في هذا الألم اللي ينتاب وطني الآن. بشتغل امرأة وموسيقى، لا وأنا بشتغل على الانتظار كتيم كمشروع، يعني في مشروع الفني الانتظار بيقلقنا، كلنا ننتظر بشكل من الأشكال، وأنا وهذا الوطن وأنتوا والجميع عم ننتظر نفرح في هذا الوطن مرة أخرى إن شاء الله. دكتور كمان بالإضافة للفن التشكيلي، حضرتك كمان عندك يعني أخذ حيز شوي للشعر. صحيح. من وقتك خبرنا شوي عن هالشعر، يعني قديش كمان بيكون هو يعني ملهم أكثر للتعبير عن مكنوناتك. هلأ أنا بقول لهم أنا شاعر سيء لأني ما بحفظ شعري، عندي 4 مجموعات شعرية، أنا ما بصدفة كتبت. هلا يمكن بالتجربه الابداعيه او الانسانيه يمكن غير كثير من الفنانين التشكيليين كتبوا او اعزفوا او غنوا او يعني شيء من هذا القبيل. لما في مساحات هربت مني ما حسنت اكتبها ارسمها او انحتها كتبتها. مع الزمن المرحوم ممدوح عدوان الاديب العظيم هذا رحمه الله يعني قرأ هيك قال لي هذا شعر سهيل، انبسطت ممدوح عدوان يعني، فرحت طابع اول ديوان ومن ثم توالت. أنا ما بتوقف عن الكتابة أبدا، لكن لا أعتقد أني شاعر مهم، يعني أكاد أجزم لست شاعر مهم، يعني أنا بفهم بالكلمة، أنا قارئ جيد جدا، بحس ببهجة الشعر، يعني بمعنى أنا بنقل صورة فيها بهجة. هلأ قديش هذا بيطلع الشعر أنا ما بعرف، لكن ما بتوقف، الشعر جزء لا ينفصل على الإطلاق من مشروع الإبداعي، وهو واحد من تجليات الإبداع الرائعة، ولو أن الشعر كذاب لكنه جميل. يعني بصير في تكامل يمكن بين الصورة والكلمة لحتى توصل الرسالة بشكل أفضل وأجمل. يعني إحنا وقت منشوف لوحة جميلة منتأثر فيها، كيف إذا منشوف مع كلمة كمان حلوة طبعاً. أو أيضا محزنة أو أيضا مؤلمة. ذكرت أنه الحزن يمكن موجود عندك وعم تقلنا هلأ أنه هو ما بيفارقك رغم أنه بتحب تعكس الفرح، شو سبب هالموضوع؟ هذا الحزن يعني شوفي أنا بقول لهم طفولتنا راكمت شيء من الألم، هذا الألم ممكن ساوى شيء من الحزن، ولو أنه الحزن ليس تهمي على الإطلاق أبدا، وهو الحزن حالة إنسانية رائعة، يعني الكائن بواجه فيها نفسه بصدق ومحبة. ممكن هذا هيك هذا الألم اللي تراكم بفعل الزمن، والآن هاي الأزمة اللي مرت على وطني ايه كرست حالة الحزن اكثر، رغم انه انا حدا بعرف كثير اتفائل وبعرف كثير اضحك وبعرف كثير احكي نكت كمان وشدنا هذا الشيء تحت الهواء اكيد. دكتور يعني كمان كنت حضرتك عم تذكرنا انه للمراه لها يعني حيز كثير كبير عبر فنك، هذا الشيء كمان موجود بالشعر؟ ايه طبعا، يعني هلا انا بيقولوا لي مثلا يعني ليش كل لوحاتك يعني نسوان، بقول لهم يعني لازم تكون كلها رجال مثلا يعني، لا الامراه شوف امراه هي هذا، الامراه ليست وعاء، هي هذا الفضاء الرحب جدا انك تشتغلي عليه ومنه ومن خلاله. الامراه ليست يعني ما بحسن نضيف تعريف جديد على المراه، انا ما بقدر اقدم تعريفات وتوصيفات جديده، قيل في المراه الكثير، هي المساحة الأوسع الأرحب الأجمل الأعبق واللي بنبحث دائما عنها وفيها ومن خلالها، غير ذلك مو دقيق الكلام. يعني كنت حضرتك عم تقلنا أنه عم تشتغل على الانتظار، أو كمان كان لك جداريات معينة عن الأزمة، شو محضر شيء جديد حاليا يمكن بيتعلق بسوريا أو بيتعلق بالشيء اللي أنت عم تشتغل عليه كل هاي الفترة الطويلة؟ هلأ الآن يعني عندي معرض شخصي قادم في شهر 12 إن شاء الله في دبي، لكن في مشروع صعب الإفصاح عنه، في مشروع قد يكون كبير شوي في سوريا في دمشق إن شاء الله، آمل هو واحد من أحلام عمري الفنية، آمل أن ينجز هذا المشروع، الآن في صدد دراسات يعني لإنجازه، غير ذلك دائما عندي سفر وترحال، لأنه
يعني بعمل ورشات عمل في أوروبا أو بحاضر في بعض الجامعات البسيطة، بقيم ورشات عمل، ملتقيات دولية، سامبوزيوم إلى ما هنالك. يعني أنا حدا حتى وأنا نايم براوح، يعني ما بحب أقعد كتير وكن كتير. يعني إحنا نتمنى لك كل التوفيق، بدنا نتمنى أنه نحن نشوف إن شاء الله هي الأعمال كمان دائما، وكل القلق المستمر والإبداع يلي موجود عند حضرتك. كنا كتير سعيدين باستضافتك، وأيضا نتمنى لك السلامة وعودة حميدة إلى الوطن قريبا إن شاء الله. شكرا لطفكم، شكرا وطني سوريا، شكرا دمشق، شكرا الإخباري السوري، شكرا لكم جميعا. شكرا كثير لك، وألف مبروك مرة ثانية. شكرا. يعني رح نضل